اللي يتمكن، ومما نعرف انه الدخان يعني غير محبب حتى من الناحيه الشرعيه. نعم. كفانا الله ولكل المسلمين اثار وشر هذه العاده السيئه. نعم احسنت يا دكتور. احنا نشكر دكتور الله يسلمه الدكتور عميد على نصائحه، وننصح اخواننا المشاهدين جميعا بالتذكر بان اثار التدخين ليست على صحه المدخن فقط، وانما اثارها تكون على صحه العائله اذا كان يدخن في بيته او اذا كان يدخن مع زملائه. ونتمنى لكم جميعا الابتعاد عن هذه العاده السيئه، والى اللقاء. في الحلقه الماضيه عن مشاكل التدخين وخطورة التدخين وآثاره السلبية على صحة الفم، ومن مسببات التدخين السرطان بأنواع مختلفة، سرطان اللثة وسرطان اللسان. سوف نكمل حلقتنا مع الدكتور عميد بن خالد عبد الحميد كيفية علاج هذه المشكلة، وأن ننتهز فرصة رمضان الكريم لكي نمتنع عن التدخين. مرحبا بكم يا دكتور. مرحبا بك دكتور زياد. ما هي دكتور طرق العلاج واساليب العلاج التي يستطيع ان يستخدمها الصائم في هذا الشهر الفضيل لكي يمتنع عن التدخين، وما هي الطرق الحديثه لعلاج مشاكل التدخين؟ طبعا دكتور زياد، مثل ما تفضلت في بدايه الحلقه انه التدخين يعتبر التدخين 20% من اسباب الوفاه في بريطانيا هو سببها التدخين. نعم. ويصرف سنويا 1500 مليون باوند على معالجة الآثار الصحية للدخان. نعم. ومثل ما ذكرنا الحلقة الماضية أنه إحنا المسلمين محظوظين في ديننا هذا الحنيف، وفي هذا الشهر الفضيل هذه فرصة ذهبية أنه الإنسان يستعيذ من بالله من الشيطان الرجيم، ويبدأ بشد عزيمته. نعم. ويقلع عن هذه العادة الكريهة. نعم. ولا ترموا أنفسكم في التهلكة. نعم. و نجد أنه معدلات الإقلاع عن التدخين الآن في الغرب بعد ما شافوا أنه الحديث عن أمراض الشرايين بدأت تنحسر يا دكتور، بدأت تنحسر كذلك. وبدأوا يركزوا على موضوع مهم. نعم. أنه الابتسامة، لأنه الابتسامة على اعتبارها في الغرب وحتى في مجتمعاتنا عامل مهم للتجاذب الاجتماعي والاتصال مع الناس، وهي تمثل وسيلة الاتصال الأولى. الدخان عدو الابتسامة، يؤدي إلى اصفرار دائم للأسنان، رائحة فم كريهة، ومثل ما تحدثنا عنها في الحلقة الماضية. لذلك نشوف. نعم. وطبعا الرياض كانت المدينة الأولى في العالم. نعم. بعد لندن أن تحتضن مركز خاص لوحدة الابتسام ومكافحة التدخين. نعم. أنه نحن نشجع من يهتم في ابتسامته أن يقلع عن هذه العادة الكريهة. وطبعا نحاول في البداية باستعمال طرق من الاستعمال الوسائل الإرشاد، ونشوف متى التوعية الصحية، وفي أجهزة الآن حديثة تستعمل بعض. نعم. الموجات المغناطيسية لتحفيز مراكز النيكوتين في الدماغ للإقلاع عنها. ولكن الأهم من كل هذه والأهم من كل الأدوية الموجودة هي إرادة الشخص المدخن. وطبعا احنا في علوم الابتسامة أيضا نبحث عن كيفية التخلص. نعم. قدر الإمكان من هذه المواد المسرطنة، النيكوتين والقطران. نعم. فنجد أن المدخن إذا فشل في الإقلاع عن هذه العادة يجب أن ينظف الفم عند أخصائية نظافة الفم كل 3 أشهر. نعم. يجب أن يبحث عن الأساليب الذي يعني يزيل من رائحة الفم هذه الكريهة. نعم. وطبعا مثل ما قال الدكتور زياد، يعني ما في أبرك من هذا الشهر الفضيل أن واحد يبدأ بأن يترك هذه العادة الكريهة، ومثل ما ذكر رئيس برنامج مكافحة التدخين في منظمة الصحة العالمية. نعم. قال أنتم المسلمين محظوظين، لأنه اللي يتمكن أن يترك الدخان وهو يشتغل ساعة. ساعة معناته خلاص هو عنده الإرادة اللي يتمكن، ومما نعرف أنه الدخان يعني غير محبب حتى من الناحية الشرعية. نعم. كفانا الله ولكل المسلمين آثار وشر هذه العادة السيئة. نعم. أحسنت يا دكتور. احنا نشكر دكتور الله يسلمه الدكتور عميد على نصائحه، وننصح اخواننا المشاهدين جميعا بالتذكر بان اثار التدخين ليست على صحه المدخن فقط، وانما اثارها تكون على صحه العائله اذا كان يدخن في بيته او اذا كان يدخن مع زملائه. ونتمنى لكم جميعا الابتعاد عن هذه العاده السيئه، والى اللقاء. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج سلامتك يا صائم. الموضوع اليوم مهم جدا، وهو يصيب كثير منا في رمضان المبارك. موضوع حلقتنا اليوم هو الشخير في رمضان، تغير العادات التي تصيبنا في السحور من تناول وجبات دسمة ثم الخلود إلى النوم يؤدي إلى حدوث عملية الشخير، وهي عملية تؤثر على نوم الإنسان وتؤثر على نشاطه اليومي بعد الاستيقاظ. دكتور عميد بن خالد عبد الحميد سوف يتكلم معنا اليوم عن أسباب الشخير وعن مشاكل الشخير، وسوف يركز على نقطة مهمة جدا، ألا وهي كيف نبتعد عن العادات التي تؤدي إلى الشخير. مرحبا بكم يا دكتور. مرحبا بك دكتور زياد. أسباب الشخير يا دكتور. والله دكتور زياد، طبعا الشخير حسب آخر البحوث والدراسات الحديثة يصيب الرجال أكثر من النساء بعد عمر 40. يصيب الرجال الذين يعانون من زيادة في الوزن، يصيب المدخنين، الدخان هو طبعا أهم أسباب الشخير. وأيضا من الأسباب اللي تربط هذا المرض بهذا الشهر الفضيل هو العادات الغذائية الغير صحيحة خلال فترة السحور مثل ما تفضل جنابك. طبعا السبب الطبي هو أنه سقف الفم واللسان، سقف الفم عندما وفي شيء نسميه احنا لسان المزمار، هذا إذا ينتفخ بسبب الدخان أو بسبب الأكلات الدسمة أو بسبب المخللات أو الأكلات اللي فيها نوع من البهارات أو المواد التي تهيج الغشاء المخاطي، عندما تنتفخ وعندما ينام الإنسان تنطبق هذه على اللسان، فصير ممر المجرى التنفسي ضيق، فيبدأ المريض بهذه المشكلة بإصدار صوت هي عبارة عن ترددات واهتزازات السريعة لهذه لسقف الفم. والنوم الخاطئ دكتور على الظهر. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام على شقه الأيمن. نعم. وأيضا طبعا الشخير ليس فقط هو إحدى أهم أعراض متلازمة لسليب أبنية أو وقف التنفس عند النوم اللي هو يعني نعتبره احنا مرض خطير. نعم. في أمريكا نصف حوادث السير سببها لسليب أبنية أو نقص التنفس خلال النوم. نعم. أمراض كبيرة ومنها الكآبة، لأنه أنت المريض يصحى وكأنه لم ينم، لأنه يتوقف الأكسجين في الدماغ فيصحى بشكل غير، لا ينام بشكل عميق. نعم. طبعا اللي يهمنا في هذا الشهر الفضيل أنه يجب أن أول شيء مثل ما تحدثنا في الحلقة السابقة أنه ننتهز هذه الفرصة الذهبية ونقلع عن التدخين، لأن الدخان سبب رئيسي من تهيج الغشاء المخاطي. نعم. في هذه المنطقة. اثنين، الابتعاد عن الأكلات المهيجة والمخرشة للغشاء المخاطي. نعم. يعني المخللات. نعم. كمية الليمون الزائد أكثر من اللازم، الأكلات الدسمة. نعم. التي يعني مضارها أكثر من نفعها. نعم. وأيضا طبعا الإقلال من الوزن، يعني خلي نستغل هذا الشهر الفضيل أنه اللي عنده زيادة في وزنه، لأن زيادة الوزن هي ضغط على القلب وعلى الفقرات وفي مشاكل كثيرة بسبب السمنة. نعم. فهذا الشهر الفضيل فرصة لأنه اكتشفوا أنه الرجل اللي هو فوق عمر 40 إذا قلل من وزنه 10 كيلوغرامات عنده نسبة أن يتخلص من الشخير بمعدل 70%. نعم. فإذا زيادة الوزن أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى الشخير. الشخير مشكلة اجتماعية كبيرة. نعم. يعني عدد كبير من الزوجات يشكون أنه ما يقدروا يناموا في الليل بسبب الصوت القوي المدوي لشخير الزوج. نعم. أو العكس صحيح، وهناك عدد كبير من حالات الطلاق كان سببها الشخير. نعم. وعدم يعني الزوج أو الزوجة عدم قناعتهم بأن يذهبوا للعلاج، والعلاج متوفر لهذه الظاهرة. أيضا وجدوا أنه سبحان الله المسواك. نعم. من المواد العطرية الموجودة في المسواك. نعم. هي احنا ما نسميها الانتي انفلاماتوري. نعم. اللي هي تمنع الانتفاخات. نعم. فلذلك نجد أنه الذي يعني يسوك باستمرار لا يسوك الأسنان فقط وإنما يسوك الفم بشكل عام، اللثة واللسان وسقف الفم. نعم. يقلل من انتفاخ هذه الأنسجة ويقلل من الشخير وإزعاجات هذا الحالة الحقيقة الغير اجتماعية. نعم.
نشكر الدكتور عميد خالد عبد الحميد على ملاحظاته المهمة جدا التي تؤدي بنا إلى الانتباه في تطوير علاقتنا الأسرية الداخلية، وبالتالي تنعكس إيجابيا على علاقاتنا الخارجية، سواء كانت في العمل أو كانت في الشارع أو في أي مكان آخر، لأن النوم مهم جدا. فإذا كان الإنسان بسبب شخير لا ينام ولا يرتاح، هذا يؤثر عليه أثرا سلبيا. وسوف نذكر أساليب وطرق العلاج في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء. نرحب بكم مرة أخرى. تكلمنا في الحلقة الماضية عن مشاكل تسوس الأسنان وآلامها وآثارها على الصائم، وسوف نتكلم اليوم عن الوقاية والعلاج. دكتور عميد، نشكرك على قدومك إلينا، الله يسلمك. أهلا وسهلا فيكم. نتمنى دكتور أن تنصح المشاهد النصائح التي تفيدهم في رمضان، فنحب أن نتكلم عن الوقاية والعلاج. نعم دكتور زياد، شكرا جزيلا. الحقيقة تسوس الأسنان من الأمراض اللي مع الأسف عجز الطب لحد هذه اللحظة عن إيجاد الحل الشافي والكافي له. نعم. يعني كان في محاولات من 50 سنة ولحد هذه اللحظة إيجاد نوع من المصل والفاكسين اللقاح. نعم. اللقاح لقتل الجرثومة اللي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية اللي تسبب هذا الحامض اللي يذوب الأسنان. نعم. لكن فشلت كل الجهود. نعم. إذن جهود أطباء الأسنان وجهود وزارات الصحة في العالم كلها تتجه نحو أن السيطرة على العامل الوحيد والمهم اللي هو السكر. نعم. إذا ما زلنا السكر سنسيطر على استفحال ومعدلات ارتفاع تسوس الأسنان. نعم. في هذا الشهر الفضيل المسواك سبحان الله ليس فقط يؤدي إلى مثل ما تحدثنا في الحلقات السابقة أنه يعادل موضوع جفاف الفم، لأنه أنت عندما تسوك فمك يؤدي إلى زيادة اللعاب وترطيب الفم. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف له قال: لولا أخاف أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم. لا يوجد دين ولا أي قاموس طبي ولا أي شريحة ولا أي قوانين طبية تدعو الناس للاهتمام بصحة أفواههم 5 مرات في اليوم. فلذلك المسواك الحقيقة، وملاحظة مهمة ذكرتني بدكتور زياد قبل ما نبدأ، أنه استعمال المسواك يجب أن يكون بالطريقة الصحيحة. يجب أنه بعد كل فترة لما أشوف بدأت تتيبس الأطراف ورأس المسواك الألياف يجب أن أقصها حتى أجد المادة العطرية. فعلا. هذه المادة اللي هي قاتل الجراثيم. نعم. هذه اللي تمنع ارتفاع الحموضة في الفم. نعم. فلذلك المسواك، استعمال المسواك خلال فترة الصوم يساعد على انخفاض معدلات تسوس الأسنان. أيضا لا ننسى أنه يجب أن يتم غسل الفم. نعم. وبالاستعمال الفرشات وخيط الأسنان بعد الإفطار وبعد السحور. نعم. مباشرة، أو اللي يحب أن يكون قبل السحور لا يضير في ذلك. نعم. يعني يمنع تراكم الجراثيم. نعم. ولا ننسى أيضا من أهم العوامل اللي تؤدي إلى زيادة التسوس هو غذائنا غير المتوازن. رمضان الكريم ليس كله عن وجود حلويات، المائدة مليئة بالحلويات والعصائر. نعم. والسكر. نعم. نعم. السكر يا أخوان هو مثل ما تحدثنا أنه هو من الثلاث البيضاء القاتلة، هو تأثيراته الصحية السيئة هي مثل تأثيرات السيجارة وملح الطعام. نعم. فلذلك نجد أن الصائم أن يوازن من غذائه في هذا اليوم يجعل من حقيقة يؤدي لأن يستمتع أكثر للتعبد في هذا الشهر الفضيل. ولا ننسى أنه يجب أن نزور طبيب الأسنان بشكل مستمر. ليش؟ لأنه بعض الحفر تبدأ بدون أي أعراض وتستفحل وتصل إلى عصب السن. فلذلك أعتقد أن الزيارة الدورية لطبيب الأسنان تمنع من استفحال هذا المرض الخطير. فلذلك نجد أنه مهم أنه يصير توازن ما بين العادات الغذائية الصحيحة والعادات الصحية الصحيحة باستعمال المسواك والفرشات وخيط الأسنان. أيضا طبعا العلاجات المتوفرة حاليا مثل ما قلنا
هي ليس علاج حقيقة. كل ما يقوم به أطباء الأسنان الآن هي معالجة آثار ونتائج التسوس، لأنه لا يوجد علاج. العلاج الوحيد الذي يضمن فم خالي من التسوس هو أن أبعد تماما السكر عن الغذاء، وهذا في بعض الحالات من الصعوبة بمكان أن نحقق. نعم. أن أقوي ميناء السن بكمية كبيرة من الفلورايد. نعم. وأن أحاول أن أبعد الجراثيم بالتنظيف المستمر. نعم. هل العلاجات تبدأ من وضع الفلور إلى استعمال الأوزون إلى استعمال حشوات الأسنان؟ وحشوات الأسنان لها أنواع كثيرة، أغلبها الآن الحديثة هي الحشوات البيضاء الكريستالية التي تشبه لونها يشبه لون السن. نعم. وأيضا الحشوات المعدنية اللي موجودة في أغلب أفواه يعني الناس الآن موجودة، ولذلك الآن نجد أنه الأطباء التوجه الحديث أنه نتوجه نحو الحشوات البيضاء وليس الحشوات المعدنية. نعم. لا يوجد ضير ولا ضرر في الحشوات المعدنية مثل ما بعض مع الأسف بعض الصحف وبعض الإعلاميين يدعون أن هناك خطر من الحشوات المعدنية، فأنا أحب أن أؤكد أنه لا يوجد ضرر.